السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين واعزائي المشاهدات في هذا الفيديو الجديد اللي غادي يكون ان شاء الله العروض اللي غادي تكون عند بيم. كاينه عروض جهويه تخفيضيه. الصوره اللي توصلت بها فما كانش واضحه مزيان، فحاولت نخدم لكم على صور اللي غادي تكون واضحه احسن، داكشي علاش شدوا لي الوقت. فاول حاجه قبل ما نبدا العروض كنرحب بالناس الجدد اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالنا، فكنقول لهم اشتركوا معنا وفعلوا الجرس حتى ديما ان شاء الله غادي يكون الجديد. فاول عرض كاين معنا، هاد المكتبه بيبيوتيك اللي فيها خمسة ديال لي زيتاجير، وبالنسبه لها هي في العلو ديالها فيها 168، يعني مترو و 68 سنتيم، وفيها 55 سنتيم بالنسبه للعرض ديالها، يعني نص مترو و 5 سنتيم. وبالنسبه للطاجيرات في الغرق ديالهم او في العرض ديالهم فرا فيهم تقريبا 20 سنتيم. فبالنسبه للثمن ديال هاد البيبليوتيك فرا كانت دايره 300 درهم، فهاد العروض التخفيضيه خلاوها ب 200 درهم، يعني نقصوا واحد 100 درهم فيها. بالنسبه للماتير مش مصوبه من الام دي اف، ماشي من العود ديريكت، ولكن من الام دي اف. كاين معنا ايضا هذا البيرو هذا الخاص بالاطفال، فهاد البيرو هذا ديمونسيون اللي فيه فراه فيه 74 سنتيم في العلو ديالو، وبالنسبه ديك لاطابل ديالو فيها 90 على 52 سنتيم. كيف قلنا هاد المكتب هذا خاص بالاطفال، لا ماتير تا هو مصاوب من الام دي اف. فكيف كتشوفوا هنايا فرا فيه واحد تيروار هنايا، وفوق من التيروار كاينه طاجيره، ديك الخاويه هذيك على شكل طاجيره. فبالنسبه للثمن اللي كندير 500 درهم، يعني 10000 ريال، وخلاوه غير ب 6000 ريال، 300 درهم، يعني تنقصات واحد 4000 ريال. فبالنسبه للمكتبه هي كيف كتشوفوا هنايا الصوره ديالها وهي خاويه كيفاش نشجي، وبالنسبه للبيرو حتى هو. فتنظن الصوره كانت واضحه عندكم. فكاين معنا ايضا هاد الطنجره ديال الضغط كوكوت ديال لينوكس، فهي من برا اينوكس ومن الداخل فيها الجرانيت. بالنسبه لهاد الصوره هنا ما واضحش، هذه هي اللي كاينه في العرض ديال 8 يترو، اما هذه اللي غادي نوريكم دابا باش نشرح لكم فهذه ديال 6 يترو. بالنسبه لها كيف قلنا فيها الجرانيت من الداخل ديالها، يعني الغوفيتمون ديالها بالجرانيت، وبالنسبه على برا فيها لينوكس. وكيعطيو مع هاد ايضا هاد الكسكاس هذا، كيف كتشوفوا هذه كيف قلت لكم هذه 6 يترو. وبالنسبه للثمن راه هذا ديال 8 يترو ماشي ديال 6 يترو. بالنسبه للثمن كيف كتشوفوا كانت دايره 520 درهم وخلوها ب 320 درهم، يعني من 10400 خلوها ب 6400، نقصوا فيها 4000 ريال. بالنسبه لهاد الكوكوط هذه فرا بزاف ديال النساء اللي جربوها شكروها، وكاين بعض النساء اللي قالك صدات ليهم او لا تقشرات ليهم من الداخل، فكاين اللي كيقولك صدقات وكاين اللي كيقول ما صدقاتش. بالنسبه لهادي الصنع ديالها فرا صنع الماني، ماشي ديال تركيا، ماشي ديال الشينوا، ماشي ديال سميشو، فهادي الصنع ديالها صنع الماني. لو سلعه الالمان راه ما نحتاجوش ندوي عليها. هنايا الصورة ديالها واضحة أحسن. كاين أيضا هاد العرض هذا ديال هاد 3 ديال الحقائب ديال السفر. فبالنسبة لهاد الحقائب كيف كتشوفوا عندهم الرويد اللي كيدورو 360 درجة، يعني كيدورو في جميع الجويه. بالنسبة لهاد الحقيبة الصغيرة فراها ديال 20 بوص، والحقيبة المتوسطة ديال 22، والكبيرة فيهم ديال 24 بوص. فيهم الميزه ديال سيستيم دو فيروياج، يعني كيتقدروا انهم يتقفلوا. بالنسبه للوينات كاين هذا اللون وكاين الاحمر وايضا الكحل. الثمن كيف كتشوفوا كانوا دايرين 700 درهم وخلوهم ب 400 درهم، يعني من 14000 ريال خلوهم ب 8000 ريال، يعني تنقصات واحد 6000 ريال، فهما بثلاثه دابا ولاو دايرين 8000 ريال. الصورة ديالهم هنا أوضح.
كاين ايضا هاد العرض ديال هاد الطابله هادي معاها 4 ديال الكراسه. بالنسبه لهذوك التيوات ديالها فراهم من الالومنيوم او دوك الجعيبات باش واقفين من الالومنيوم. فهاد الطاوله هادي راها كتشطوى وايضا الكراسه ديالها كيتشطوى. بالنسبه للطابل فالوزن اللي تقدر تهز فهو 50 كيلو. هادشي بالنسبه للطابل، يعني داكشي اللي غادي تقدر تحطه فوق منها ما خصوش يتجاوز 50 كيلو. اما بالنسبه للكراسه فالحد الاقصى ديالهم ديال الوزن اللي خص يكون فوق منهم فهو ديال 100 كيلو. يعني اللي فيه 100 كيلو ما كنصحوش بانه يريح على هاد الكراسه هادو حيت غادي يقدر يهرسها. من بعد ف هاد لا طابل هادي كيف كتشوفوا فراه كيف قلنا راه كتشطوا هي والكراسه ديالها كيتجمعوا فيها وكتهز على شكل انفاليس. بالنسبه لهاد لا طابل هادي راه كيف قلنا راه مزيانه بحال هكا للنوزه، الناس اللي كيخرجوا بزاف هادي راه مزيانه ليهم وما كتشدش لي سباس حيت كتجمع كامله. كاين ايضا هاد العرض المميز ديال هاد التلفاز سمارت تي في ديال لايف ماكس، الميزات ديالو كثيرة وشرحناهم شحال من مرة في فيديوهات اللي دازو قبل. فكيف غادي نزيدو نشرحو فيه، فيه تي ان تي، فيه الريسيبتور انتيغري، هو سمارت يعني غادي تلقاو فيه فيسبوك تويتر يوتيوب بزاف ديال الحويجات اخرين اللي تقدروا ايضا تانستاليهم معاكم. فيه الميموري سكرين يعني كتقدروا تبارطاجيو داكشي اللي عندكم في التليفونات او في لي طابليت مع التلفازة بلا ما تحتاجوا حتى شي كابلي. بالنسبه للثمن ديالو كيف كتشوفوا كندير 120 ألف ريال، يعني 6000 درهم، وخلاوه في التخفيضات غير ب 4600 درهم، يعني 92 ألف ريال. بالنسبه هذا شحال فيه من بوس، فهذا راه فيه 65 بوس، يعني الحجم ديالو كبير بزاف. وبالنسبه لكاليتي ديماج راه فيه 4K يعني الترا اتش دي، اخر ما كاين في كاليتي ديماج. كاين ايضا هذا الخلاط الكهربائي ديال امبيريال اللي بزاف ديال الناس كيسولوا عليه، فهذا الناس اللي خداو شكروا بزاف. كيف كتشوفوا هادو هما الحوايج اللي كيتكون منهم. فكاين هاد الكاس هذا اللي كتشوفوا هنايا تقدروا تميلونجيو فيه مثلا المايونيز او الكيكا او داكشي اللي بغيتوا على حساب لو شوا ديالكم، فهذا راه كيهز تقريبا نص ايترو. وبالنسبه للكاس الكبير فراه كيهز تقريبا ايترو ونص. الموس اللي فيه جوج ديال الماس، تقدروا تطحنوا به ايضا حتى اللحم حيت هو على شكل هاشوار. هاد الخلاط الكهربائي فبزاف ديال الناس شكروه، بالنسبه ليه هو راه كيخدم غير ب 600 واط، ما كياكلش الضو. وبالنسبه للثمن كيف كتشوفوا راه كندير 220 درهم، يعني 4400، وخلاوه في التخفيضات غير ب 150 درهم، يعني 3000 ريال. كاين ايضا هذا العرض هذا ديال هذا الفران ديال ايتشيمات. بالنسبه للفران ديال ايتشيمات عند بيم فراه بزاف ديال الناس كيشكروه، كيجيو معاه هاد الجوج ديال لاطات، وحده دايره وحده مربعه، والشبكه ديالو بيان سير كاينه معاه. فهاد الفران هذا ديال 50 مترو. بالنسبة للزاج ديالو راه مدوبل، فيه دوبل فيتخاش. الزاج ديالو راه مقاوم لدرجة الحرارة العالية وأيضا كيقاوم في الصدمات. بالنسبة للمكينة ديالو راه فيها ساعة ونص. وبالنسبة ليه هو راه فيه ديك الفونكسيون ديال الكغي، هي هادي اللي كتشوفو دابا هنا، يعني تقدرو ديرو فيه الدجاجة والدور. فيه واحد جوج ديال البوطونات زايدين على الفران العادي لتحت، هاد جوج بوطونات فكيف قلنا ديال هذيك الفونكسيون، والبوطونات الثانيه ديال البوله. وايضا هذا راه فيه فونتيلاتور لداخل، يعني فيه فرفاره لداخل. بالنسبه للبوله راه كتقدروا تشعلوها وتشوفوا الشهيوات ديالكم واش طابوا ولا مازال. هذا ما كيخدمش، ما كياكلش الضو بزاف، يعني كيخدم غير ب 1643 واط، حيت كاينين فران اخرين اللي كيخدموا بفوق من 2000 واط. فالثمن كيف كتشوفوا كندير 15 ريال، يعني 750 درهم، وخلاوه غير ب 550 درهم في هاد التخفيضات، يعني من
15 ريال خلاوه ب11 ريال، يعني تنقصات فيه 4000 ريال. الصوره كيف قلت لكم من قبل ديال العروض ها هي ما كانش واضحه مزيان، فحاولت نخدم عليهم، داكشي علاش شدونا شويه الوقت. فهاد العروض هادي كيف شفتوها من قبل، فهاد العروض ان شاء الله غادي تكون في واحد بيم جديد اللي غادي يتحل ان شاء الله في شارع دومارس في كازا. شارع دومارس راه معروف. وبالنسبه كيف قلنا لهاد العروض هادي، فراه غادي تكون ان شاء الله من 21 حتى 23، يعني في هاد الشهر، يعني ابتداء من غدا حتى 23 كيف قلنا. ها هو غادي تشوفوا هنايا التاريخ باين حسن، من 21 حتى 23 اكتوبر، يعني هاد الشهر هذا اللي حنا فيه، يعني من غدا حتى 23 اكتوبر. بالنسبه كيف قلت لكم هذا راه بيم جديد غادي يكون في شارع دومارس. فبالنسبه للناس اللي قالوا لي على هذا العرض هذا، قالوا لي غادي يكون حدا واحد لاجونس ديال انوي، فهذا محل جديد فحاولوا تسولوا عليه اكثر. بالنسبه للعروض كيف شفتوها، فراه عروض متميزه وكثيره متنوعه. تنتمنى نكون توفقت انني شرحت لكم مزيان ووصلت لكم المعلومه كما يجب. ما تبخلوش عنا بالتعاليق وبالاراء ديالكم، واللي مجرب شي حاجه يعطينا الراي ديالو فيها. فهذا هو الاخر ديال الفيديو ديالنا، تنتمنى ان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد في عروض جديده. تبارك الله عليكم.